مساء الخيرات واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامجكم نور شو. اليوم حلقتنا حلقه مميزه. ضيفتي اليوم نمساويه من اصل سوري، عرفت بمرافعتها في المحاكم النمساويه واسترداد حقوق الناس المسلوبه منهم. ضيفتي اليوم المحاميه الاستاذه غنوه شحاده، بنرحب فيها مع بعض. اهلا وسهلا فيك استاذه غنوه. بيسعدني كثير كون موجوده معكم اليوم. اهلا وسهلا فيكي، شرفتينا في البرنامج. سلام. استاذه غنوه شحاده، قبل ما نبلش في عنا تقرير سويناه عن حضرتك ويا ريت نشوفه مع بعض وبعدين نرجع نحكي فيه. اكيد سرور. اكيد. اوكي. اختارت أن تدافع عن المظلوم بدراستها مهنة المحاماة. متزوجة وأم لولدين، المحامية غنوة شحادة دافعت عن موكليها لإظهار الحق أمام المحاكم في النمسا وسوريا التي ولدت فيها في عام 1972، حيث تخرجت من كلية الحقوق جامعة دمشق في عام 1995، ثم سافرت إلى النمسا وزاولت مهنة المحاماة منذ عام 2004. ويختص مكتبها في وسط العاصمة النمساوية فيينا بمجالات كثيرة، فمن قضايا القوانين الجنائية والمدنية والأجانب بكل فروعه إلى قانوني الشركات والتجاري، محققة النجاح والتألق بأسس راسخة. اهلا وسهلا فيك استاذه غنوه من جديد. ميرسي. اسمحي لي يلا نشيل الالقاب ونحكي. اي اكيد. غنوه. اكيد. غنوه انت نمساويه من اصل سوري. صحيح. تحكي لنا شوي عن غنوه شحاده. هلا غنوه شحاده ولدت بدمشق. كانت احد افراد عائله من 7 أطفال. ما شاء الله. هي الصغيرة المدللة. ما شاء الله. وكبرت وظلت مدللة، ما بعرف ليش، يمكن الصغير بضل المدلل دائما. الصغير دائما. طبعا ترعرعت بمدينة دمشق ودرست بجامعتها، درست قانون حقوق. حقوق. وكنت سعيدة كتير باختياري لهذا الفرع لأنه كان شيء بيمسني بيمثلني. يعني لأني شخصيتي قوية اخترتي الحقوق ولا بس لأني بتحبي؟ هلأ هو أنا مقصد شخصيتي قوية، أنا من طفولتي كتير مسالمة. يعني حتى بساير كتير كنت. وهي القوة اللي عم تحكي عنها هي بتجي مع الوقت لضرورتها، لأنه هي أنا بحاجة لها، صرت لحتى أوكي. أقدر دافع عن غيري فبدي أكون قوية، إذا ما كنت هيك أكيد ما حقدر لبي الغرض من هالمهنة هاي. فاللي صار بعد ما تخرجت كمان كنت اشتغل طبعا طبيعي بسوريا. انت عتدرسي وتشتغلي كنت نفس الوقت؟ كنت اشتغل تماما. أوكي. بداية كنت درس انجليزي بمدارس خاصة لحتى ادعم حالي، لحتى يكون الواحد سيلف ستاندينج مثل ما يقولوا، انه صار كبير وصار لازم يقدر هو يصرف على حاله. مش قد كان عمرك تقريبا؟ انا بدأت درس تقريبا دروس خاصة ب 18 سنة. ما شاء الله. وقت دخلت على الجامعة بلشت درس بمدارس. ما شاء الله. وأنا بالجامعة طبعاً. وبعدين شاء القدر بإني أطلع برا سوريا، وهذا الشيء اللي كان أنا بحياتي ما كنت متخيلته. أنا كتير بحب سوريا وما كنت متخيلة بيوم من الأيام أني أتغرب. ما كان في مخططات حياتك أنه تهاجري لبرا؟ حتى أثناء دراستي الجامعية ينطرح كتير أفكار أكيد لا. بس كان في سبب كتير قوي وهو الحب، خلينا نسميه، اللي بيخليك أنك خلص تترك وتقول كل شيء عندي مبادئ وأفكار بتركها وبطلع. الحب. حب الزواج. صحيح. الله. الزواج. الله تماما. طيب سافرتي اخترتي النمسا لأني زوجك اختار النمسا؟ لأنه هو بالأصل كان عايش بالنمسا. أوكي. كان قبلي موجود. زوجك كمان نمساوي سوري؟ كمان نمساوي من أصل سوري. صحيح. تحكينا شوي عن عائلتك غنوة. أنا عائلتي الصغيرة، قصدك عائلتي الصغيرة مؤلفة من 4 أشخاص، أنا زوجي. ما شاء الله. ولدين، أطفال، ما عادوا أطفال. ما شاء الله. طبعا زوجي بنشكر الله كتير متفهم لمهنتي، لانه اكيد صعبه وصعب التعامل مع شخص
مثلا خلينا نقول شوي قوي نوعا ما مهنته بتأثر على شخصيته. كل واحد فينا على فكرة مهنته بتأثر على شخصيته نوعا ما. تقولي لي شو هي المهنة؟ مهنة زوجك؟ أعمال ما له علاقة، رجل أعمال ما له علاقة بالقانون أبدا. تمام. عندي ولدين، دماس عمره 18 سنة طالب كلية حقوق ما شاء الله، وبنفس الوقت بيعمل الجيش المدني بالوقت الحالي سيفيل دينا، ودالي عمره 14 سنة وبصف التاسع بالعربي اللي هي الخامس جيمنازيوم. ولدين من أروع ما يكون، أحلى شيء فيهم صحي خلقانين بالنمسا بس بيحكوا العربي بطلاقة وبيكتبوا عربي. في كتير هم ولدانين عربي ما بيعرفوا يقولوا غير مرهبا. لا بيحكوا مرهبة. حتى لا بيحكوا معك يعني ابني إذا بيحكي معك ما بتتخيل إنه إلا خلقان بدمشق يعني بالعمارة حتى. ما شاء الله. بنفس الوقت فيهم شيء من الخليط، حتى التربية وقت الواحد بيحط بباله يربي أولاده فبيحاول يكون في خليط. وكونه أنا تجي إلي عشت نص عمري بسوريا ونص بالنمسا، فحاولت إنه الخليط يطلع منتج عند أولادي بصورة فيهم. بتحكوا بالعربي بالبيت ولا بال؟ هلأ نحن بنحكي فقط عربي، بس مجرد أو ميشونك خلينا نسمي مخلط، بس مجرد ما تواجد أي شخص حتى لو طفل بيحكي ألماني كلنا متحول لألماني. لأنه احتراما لهذا الشخص تماماً الموجود، أنه يشوف أنه عم بنحكي عن مواضيع معينة بالزبط. تماماً. فحتى بالأفكار أخذوا الشغلات الإيجابية من مننا نحن من أصلنا اللي هو العربي، بس بالمقابل في كتير شغلات عادات وتقاليد وأفكار وطريقة تفكير أريح بكتير بالحياة النمساوية. يعني أسلوب التعامل بتلاقيه مريح أكتر في أمور كتير، يعني هي عبارة عن خليط وخليط رائع صحيح حقيقة يعني. وأنا كتير مبسوطة وفخورة فيهم كتير. أنت صار لك 21 سنة في النمسا. نعم. نحكي عن الإنجازات اللي عملتيها كامرأة نمساوية أو بالأحرى سورية دخلت على ثقافة غير ثقافة، لغة غير لغة، تقريبا حياة غير حياة، عادات تقاليد. كيف عملتي، شو عملتي بهال 21 سنة اللي قضيتيهم في النمسا؟ هلأ أول إنجاز أنجزته أنا كتير فخورة فيه اللي قلته من شوية اللي هو عائلتي أولادي، كتير سعيدة فيهم وبحسه أهم إنجاز عندي. بس باراليل خلينا نسميه مع هالأولاد وهالعيلة كان في شيء طريق تاني ماشي هو المهنة. هلأ وقت بتجي أنت من بلد دارس عربي باللغة العربية القانون ومخلص دراستك ومتخرج، وبعدها حتى دارس بالإنجليزي بعد يعني باللغة بالسنة الثالثة والرابعة عم ندرس القانون باللغة الإنجليزية. فبتجي على بلد أنت ما كنت أعرف حتى هو اليا هي اليس والناين هي اللا، فأنت بلشت فعليا من الصفر. تمام. فهذا الشيء لحاله تحدي، أنه أنا عندي احتمال أجي على بلد وما بعرف لغتها بتعلمها بس بضل قاعدة ومكنكنة وحاسة حالي أني أنا بدي أجيب أولاد وربيهم. لا مو أنا لازم، حطيت ببالي أنه أنا بدي الطريق اللي بدأته بدي كمله حتى لو في صعوبة، وكان كتير صعب لأنه هو طريق الحقوق يعني طريق المهنة خلينا نسميها. فأنا بهذاك الوقت وقت أجيت على البلد لهون درست سنة بالجامعة اللغة بجراتس، ما كنت عايشة بفيينا. وبعدين كان لحتى أقدر أني عدل شهادتي كان لازم أجي على فيينا، وبهذاك الوقت كنت مأجلة المشروع فترة مدري فترة سنة. فعملت شيء اسمه أوس بيلدونكا بهذاك الوقت له علاقة بالقانون شوي اللي هي المحاسبة بخ هالتوم واللون فريكنون. فقلت لحالي إنه هذا المجال سنة كل يوم 8 ساعات بضرب عصفورين بحجر فيه، بتعامل مع النمساويين من الصبح الساعة 8 للأربعة بعد الظهر، فبكسب اللغة بكسب طريقة التفكير طريقة التعامل، لأنه هلأ ممكن بأي موقف نحن عم نعمله هلأ نتصرف بشكل النمساوي يتصرف بطريقة مختلفة ويلاقينا أنه نحن تصرفنا ما كان لبق، بس بالمقابل نحن ما منعني أنه ما نلبق هو طبيعي. فهي هاي النقاط الصغيرة حلو أنه الواحد يتعلمها، حلو أنه يشوف كيف أنا عايشة بمجتمع بدي أتأقلم معه لأنه أنا جيت لعنده فبدي أتأقلم معه. فقلت لحالي هاي النقطة الأولى. اثنين، أول شيء بتبلشي فيها صعوبة بعدين تمام. شوي بمشي أكيد. واثنين هذا المجال فيه الآبات صغيرة قانون العمل، فيه قانون البيتشف صغيرة الاقتصاد. فقلت لحالي منيح هو عبارة عن
بدخل بداية مدخل بيقولوا لها. ففعلا عملته. أنا هلا معي شهادة محاسبة بس ما اشتغلت فيها على الإطلاق، بس فادتني كتير بمجالي، مجال عملي بالمحاماة طبعا. وبالبداية كان لازم إنه لحتى أقدر أكون قانونية بالبلد هون ما بيكفي إنه أكون يعني معي شهادة أجنبية أولا، وهذا الشيء بلاقيه كتير فير وحق، إني أنا لازم أتعلم أو بالأحرى لازم يعني اطلع على قانون البلد اللي أنا عايشة فيه. قانون البلد هون قريب من قانون البلد السوري يعني؟ قريب ما فيني أقول قريب لا، بس الشيء المميز بأصول المحاكمات عنا مثلا بأنه نحن قانوننا بسوريا أصله فرنسي. أوكي. ففي شيء شبيه بس هو أكيد بيختلف تماما من حيثياته كقانون، بيختلف كتير. أو مثل ما قلت لك بلشت بالتعديل، بس قبل ما بلشت أبلش بالتعديل أخذت وقتي بإني خلصت من موضوع اللغة نوعا ما. طبعا بحياته ما بيخلص الواحد وبحياته ما بيتعلم مليان تليقني أوس، يعني بحياتك ما حتوصل لمرحلة تقول أنا بعرف كل شيء على الإطلاق، بس إنه وصلت لمرحلة بعتبر حالة جيدة جدا. وصرت اشتغل حتى قبل ما اجيت يعني عدل شهادتي، اشتغلت هون بفيينا وقت اجيت، وبنفس الوقت جاء ابني دمس ما شاء الله. فكنت اعمل ثلاث امور سوا، كنت ادرس، كنت روح على شغلي قبل الظهر، لا عمليا تحديدا صار الصبح شغل قبل بعد الظهر، بعد الظهر والمساء ابني، وبعد ما ينام ادرس. فوقتي كان بشكل ما بعرف اذا بيقدر يعيده الواحد هلا مره ثانيه، بس ده تحدي فظيع. ثلاث امور صعبين بنفس الوقت، بس كنت حاول اني متع حالي بكل واحد لوحده من هالامور الثلاثه. استاذي غنوة، في عنا سؤال انطرح كتير في السوشيال ميديا اللي هو عن التأمين القانوني. شو بتحكي لنا عنه هذا، وكيف بتكون نصائحك حول هذا التأمين؟ هلأ التأمين القانوني المعروف بالريختشوتسفسيخيرونغ هو عبارة عن نوع من، هي عبارة عن مبلغ معين بيدفعه الواحد شهري تأمين، بحيث أنه بيتعرض لحالة معينة يقدر يلجأ للقانون بدون ما يتحمل أعباء المصاريف القانونية. ممكن يعني مثلا احترق البيت، غرق البيت. نقول هذا الموضوع اللي أنت عم تحكي عنه، الهاوس هالد فاسيكيرونغ، اللي هو التأمين، ولكن تأمين المنزل العقار نفسه بأمنه، بحيث إذا صار حريق صار شيء أقدر إني ما أكون أنا يكون علي عبء لحتى أقدر أبني هذا البيت ولا أني رممه. بس الريتشوت فاسيكيرونغ هو تأمين فقط قانوني. ممكن اني هنا بيتعاقدوا شركات تأمين مع محامين معينين، بحيث انه الواحد يروح لعندهم ياخذ استشارة قانونية لانه هي مالها مجانية. فبيروح الواحد لعندهم بياخذ استشارة بناء على المبلغ اللي بيدفعه هو شهري. وما يتأمل هالشيء كتير كبير، لانه مثلا حالات اللي بتخص الفاميليان ريت الطلاق والزواج احيانا التأمين ما بيتدخل فيها، مثلا حالات الإقامات والجنسيات التأمين ما بيتدخل فيها. مثلا آبات سوسيال جريت العمل التأمين ممكن، حالات الجيران مثلا واحد اختلف مع جاره ممكن، الحالات الجنائية مثلا ما بيدفعها. فهي النقطة انه انا قبل ما وقع على بوليس التأمين او العقد لازم اعرف شو إلي وشو علي، النقاط اللي عبوقع عليها. اكثر حالة قانونية اثرت فيك شخصيا؟ هلا من حدود الست او سبع سنين النمسا كلها بتعرف عن طفل سوري نزلت بكل الجرايد بانه هذا الطفل تركوه اهله بالبسبانهوف لانه ما كان عندهم حق بطاقته. طفل سوري تركوه لقوه نمساويين وحطوه بكريزن سنتروم، يعني بالمكان مأوى بقولوا له، وهن يعني نذكر بالجرايد بانه هو هذا الطفل اهله ما عندهم حق بطاقه لهيك تركوه. طبعا انا فقت الصبح انتقال لمدينه ثانيه تماما، هن كانوا مسافرين الظاهر وانه على اساس ما لقوا. طبعا كل جريده بالنمسا كل صحيفه ذكرت هذا الخبر. انا كان عندي صحيفه بتجيني كل يوم على البيت انا مسجله عليها، فقت الصبح انا عم بشرب قهوتي طلعت عم بقرا طفل وسوري واهله يتركوه. يعني انا كوني اصلي سوري انا بعرف قد ما كان الحاجة ضرورية ملحة، مستحيل إنه طفل ينترك، أنا ما 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 استوعبتها. فحكيت أنا وزوجي بالموضوع، قلت له قوم بدنا نروح نشوف وين هالولد، ورحت ودورت عليه ولقيته.
حكيت مع المركز طبعا، وقتها قالوا لي لا وايه، ونحن حاطين ايدنا عليه وخلص الولد بدنا نعطيه اقامه وبده يعيش عنا وبدنا ناخذ حضانته وخلص. اهله طالما تركوه يبقى ما بيستحقوا انهم يرجعوا ياخذوه. طبعا انا قلت لهم انه انا هذا الموضوع لسه ما حاحكي فيه، انا بيهمني هذا الولد لانه انا شفته للولد لو بدي اشوفه. طبعا اعطيتهم الهويه النقابه وصوروها واعطيتهم معلومات عني وحطوا على النت عرفوا مين انا. قلت لهم بدي اخذه لهالولد ساعتين ورجعه بس، فاخذته وقتها وافقوا اخذته لعندي على البيت. كانوا اولادي صغار لعبوا معي، مو صغار كثير بس انه هالحكي من 7 سنين. شوي تقرب منهم كان حذر ولطيف كثير الولد. وعلى مدى سنين نعم شو كان عمره وقت اللي كان بعمر ابني الكبير؟ هو كان عمره 13 بس بتشوفه بتقول عنه 9 قطعته صغيره بس هلا ما شاء الله صار شاب ما شاء الله. وبهالوقت هذا انا سعيت لانه هذا الطفل اول شيء الدنيا تعرف كلها انه مو صح الكلام اللي كتب بالاعلان، لانه ما في دوله ما في طفل سوري ممكن اهله مشان حق البطاقه يرموه. طبعا أكيد. انا اكتشفت لاحقا انه ضايع عن اهله لبست بانوف كتير كبيرة صحيح. وهذا الولد راح بيشتري سندويشة رجع ما عاد عرف الأورينتيرون بعد يعرف وين أهله وضاع عنهم وهن نفتينه بالقطار ومشي القطار. اثنين هذا الولد أنا تبنيته بس تبنيته معنويا أكثر ما أتبنى على الواقع. عاش عندي بالبيت تقريبا مع أولادي بحدود ال 11 شهر متقطعين. هو هذا الطفل؟ هذا الطفل. وصار عندي صرت أشتري إيش أشتري 3 مو 2. لهذا الموضوع كتير بمسني بس بنفس الوقت قدرت لاقي اهله. واصعب لحظه مرقت علي بحياتي اللحظه اللي انا اتصلت بامه، طلعت امه بالمانيا لخبرها انه انا لقيت لك ابنك وانا بعرف وين ابنك. كانت مقطوعه عنه بحدود 8 شهور وما بتعرفه ميت ولا عايش. فكتير كانت لحظه صعبه. ووقت رجعت على البيت وخليته يحكي معه، انا بتذكر انه ما في حدا بعيلتنا من زوجي لانا لاولادي الا كلنا صرنا نبكي. موضوع كتير حساس ولهلا أنا على فكرة عندي علاقة كتير قوية، نحن عنا علاقة فيه وبيجي بيزورنا وحتى أولادي بيعتبروا أخوهم. وهلا صار رياضي معروف كمان بألمانيا ما شاء الله كرة قدم. فهي الأمور اللي فعلا أنا بحسها كتير مرقت علي بمهنتي بس أعطتني شيء حلو بحياتي الشخصية كمان. ضمن مهنتك غنوة أكيد في شغلات كتير بتصير تزعج يعني مزعجة. شو أكثر شيء يزعجك ضمن مهنتك؟ هلا طالما عم نحكي على الإزعاج هلا أنا كتير بيزعجني الموكل يلي بيتصل بيحدد موعد ولا بيجي ولا بيعتذر، بالرغم من إنه أنا بكون قايلت له إذا سمحت إذا ما بدك تجي يا ريت تلغي الموعد أو تأجله، وبقولها لهالجملة وبكتبها دائما. والموكل اللي بي 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 بيقول لك نسيت أنا آسف نسيت، يعني هاي الشغلة. شغلة تانية أحياناً كتير بتصير فيني إنه تليفوني الساعة 3 الصبح برن لأنه حدا هيك هو عم يبحبش بالإنترنت طلع معه إنه في محامية بتحكي عربي عايشة بأوروبا، يبقى خطر بباله إنه هلأ أنا بدي أحكي معه بموضوع، فبيخطر بباله إنه الساعة ما بيطلع الساعة وشوفنا الساعة 3 ولا الساعة 5 الصبح. بس أنا عربي فقال إنه أكيد العربي بتم سهران لا بس 3 الصبح و5 الصبح وبيعرفوا العالم نحن بأوروبا إنه بنشتغل كتير، فطبيعي الواحد بفيق الصبح بروح على شغله في أوقات دوام. هذا إذا كان جاي جديد معذور في أوقات بس القصة القديم اللي بيعمل هيك هذا لا هو بصراحة بقول لك يعني حتى الجديد قلنا مرة تانية إنه ما نتأقلم على هذا الوضع، فهذا البلد نحن ما نتعايش فيه لأنه نحن أصلاً عندهم فنحن لازم نتعايش فيه، وهذا نوع من نوع الانتجراسيون تماماً إنه حتى أعرف شو بيناسب المجتمع. في أوقات دوام أنا ليلة حتى المساء ولا على البوخن عنده وأنا هذا وقت راحتي اضطر إني ضل على التليفون نص ساعة وأنا عم جاوب العالم على أسئلتها بالرغم إنه هذا وقتي وقت عيلتي. وإذا ما جاوبتهم مثل ما بدهم بيقول لك شايف حالك أو بيقول لك ما لك مؤدب ولا ما لك هفلي ولا هاي الأمور اللي أنا بحياتي المهنية بتزعجني. فبتأمل الناس بس تفهم إنه في شيء اسمه حياة، نحن مالنا آلة نحن بشر تمام. فبحاجة نرتاح بحاجة يكون إلنا وقتنا مع عائلتنا. فبقول أنا بعتولي رسالة قصيرة بجاوبكم بأسئلة هي شوف من الشغلات اللي أنا باعتقادي بهذا البلد لازم يتعلمها الواحد أو بأوروبا الواحد يكون ساخلي عملي وما ياخذ امور شخصيه تمام. انا بقول له لواحد انا ما عندي هلا وقت بعتذر منك بعت لي رساله انا لا بعرفه ولا عندي مشكله معه
ولا مختلفة معه لحتى يتضايق ويزعل. فوراً نفسية هي تمام. أنا ما بعرفه يعني، بيقلك نفس نيشت برسولي، ما تأخذها شخصي. يعني خذ الموقف أنه أنا بدي أفهم هذا الشخص المقابلي شو وضعه وشو وجهة نظره، فهمت شو قصدي؟ فهي كمان نقطة من نقاط الانتجراتسيون، أكثر من أنه نحن بنمشي على الإشارة وقت بتصير حمراء ونوقف، أو بالأحرى وقت بنمشي على الخضرة ونوقف وقت تكون حمراء. المشاكل كتير اللي عم تصير أحياناً إذا بدك عن جد عم تصير من نتيجة النصائح اللي مو جاية من الشخص المختص. تماماً. ومع احترامي لكل اللي إجوا عن النمسا، حتى لو أنهم قانونيين وحتى أنهم دارسين قانون، طالما لسه ما طلعوا على قانون البلد هون ما يضروا الناس. يحاول أنت مجرد ما عمل أخذ شهادتك اللي هي بتقول بأنه أنت عندك شهادة حقوق بالدولة النمساوية، دليل أنه أنت مطلع على قانونها ساعتها صح قد ما بدك. قبل هذا الوقت ما تضر العالم، لأنه هي على فكرة إلى تبعيات. طيب رح نطلع من هالجو هذا كله، تحكي لي شوي عن هواياتك. هلا هو بحكم العمل شوي جدي زيادة على اللزوم، أنا بأوقات العطل دائما بحب سافر، كتير بحب سافر، يعني دايرة بلدان كتير لهلا، وهلا اتجاهي كان للبلدان البعيدة. كنت أول دمن هواياتك السفر؟ كتير، أنا كتير كتير بحب السفر، وأي إجازة بتكون قصيرة طويلة بحس إنه لازم أطلع فيها، لازم سافر. وحتى هذا الحكي من زمان يعني مو جديد. اثنين، بلعب رياضة كتير لأنه هذا الشيء اللي بيريحني، بيطلعني من الستريس. اللي عندك طالع رياضة. بحب كتير اليوغا، بحاول ولو مرة بالأسبوع. بس اللي حقيقي بيطلعني من الستريس اللي أنا فيه اللي هو السالسا والمارينجا، أنا بحبهم كتير، هاي نوع من أنواع الرقص اللاتيني، بحس بيطلعني من كل جو القوانين والجدية لتكون أنت ريشة عم ترتاح، عم تطلع كل شيء ستريس عندك، وهذا الشيء أكثر شيء بيسعدني بصراحة. يعني كل شيء له علاقة بالحركة. تمام. شو بتوجهي نصائح للقادمين الجدد إلى النمسا بحكم نحن وجودنا في النمسا؟ هلأ أول نصيحة أنهم يكونوا دانكبا، يكونوا شاكرين للي هنن تقدم لهم، لأنه اللي تقدم لهم ما نو سلفشن، ليش ما نو عادي يعني أنه تحصيل حاصل. تماماً. هاي أول نقطة. اثنين، بنصحهم يتعلموا اللغة ثم اللغة ثم اللغة، لأنه هي اللي بتخليك تعرف مفتاح البلد. ثلاثة، إذا أي شخص فيهم عندهم أي مهنة أو أي أوسبيلدونج أو أي دراسة دارسة يحاول يكمل فيها، لأنه بيكون تعدى خط، يعني ما يبلش من الأول. الكل بيقول لك بدي أدرس بالجامعة، مو عارفانين شو يعني أدرس من الجامعة بالجامعة، مو عارفانين شو يعني إذا أولاد البلد نمساويين والأجانب نمساوي من أصل الشخص الأجنبية عم تعاني وتضل 7 أو 8 سنين بالجامعة. فكلمة إني أنا بفوت على الجامعة بدون ما يكون عندي أنا الإمكانية لهذا الشيء والنفس لهالشيء، طيب مضيعت وقت، هي مثل ملح على الجرح. لا ليه، أنا بشوف أنا شو عامل قبل هيك مهنة. المهن على فكرة هون بالبلد كتير كويسة، ممكن مو دائما الدراسة هي الأساس. تماماً. ببلادنا نحن لك الدارس هو الكذا، لا، المهن هون فيها مردود كمان كبير، لأنه الأيدي العاملة إلى قيمتها هون. أوكي، هاي نقطة تانية. على المجال التوعية، أنا بنصحهم أنه يحضروا قد ما كان في مجال، يعني أمسيات توعية قانونية، أمسيات حتى لو اجتماعية، يعني فرص عم تجيهم ببلاش، عم تجيهم بس أنه تعوا حضروا استفيدوا منها. تمام تمام. هلأ على الهوم بيج تبعي أنا في عندي كتير مقالات كاتبتها من 13 سنة وهلأ، فيها مجالات من تغيير قوانين الجنسية للتعامل بالمجتمع، لا في بيقدر الواحد يفوت يقراها. أحيانا بنعمل أمسيات، هاي الأمسيات طبعا من فترة كان في أمسيتين أنا كنت فيهم وكان في حضور كتير كبير، عملتهم بالتعاون مع الجالية السورية بالنمسا. وطبعا كان في معنا حزب الاس بي اي، وفي معنا رئيسة الجالية السورية. تماما تماما. وسمارت أكاديمي طبعا كنت بتعاون أنا وياهم لهلأ طبعا. فهذا الشيء خلانا أنه نقول أنه هالناس هدول مو كلهم
بيعرفوا كل شيء. حتى على فكرة إذا بدك حتى الناس اللي عايشين من هون من 10-15 سنة بيجهلوا بكتير أمور. على موضوع الجالية السورية، طبعا نحن الجالية من زمان، أنا بداياتي كانت وقت أجيت كنت قبل اتحاد الطلبة كوني كنت طالبة، فكان عندنا نشاطات وهوايات وإلى آخره. وبعدين وقت تخرجت نقلنا على أنا ومجموعة من الأصدقاء والأصحاب، نقلنا على الزملاء على موضوع الجالية، وكان في عنا كتير نشاطات، نشاطات ثقافية فنية، عملنا كتير رحل نشاطات. كان هدفنا نعرف الجزء الجيل الثالث على بعض، الأطفال نعرفهم على بعض، ممكن يصير بلحظة من اللحظات انسجام وتزاوج مثلا، كان يحبوا هذا الشيء. بس كان عددنا قليل، يعني كنا 5000 سوري بالنمسا كله، بينما هلأ ما شاء الله تجاوز 100,000 موجودين كتير، والحاجة ملحة ليصير فيه كمان نشاطات أكتر. أكيد إن شاء الله خير. شو بتوجهي آخر كلمة للجمهور؟ أول شيء بقلكن لقلكن أنتو شكرا كتير على الاستضافة، أنا سعيدة فيك وبالمجموعة كلها. اثنين للجمهور بقلن يمكن أول مرة في برنامج بيعكس شخصية غنوة كغنوة كشخص. أنا بضحك وظريفة وعندي محبة على فكرة مسالمة، بس إذا حطيت براسي شيء بدي ساوي مو عنيدة بس مجتهدة. شخصية قوية. بحب إني إذا حطيت براسي شيء لازم ساوي بتسامح، بس اللي بيأذيني ما بغفر له بسهولة. بسهولة. فبقول لهم اني انبسطت اني انا في حدا سلط ضوء على شخصيتي كأنا كشخص. تسلم يا رب، وبتمنى لكم كل التوفيق وشكرا. الله يسلمك ويعطيك الف عافيه. وهيك اصدقائي بنكون انتهت حلقتنا لهاليوم. تشرفنا بالاستاذه غنوة شحادة المحاميه النمساويه من اصل سوري. ان شاء الله بنشوفكم في حلقات تانية، وانا مني سلام عليكم.